انا احنا بنتكلم على حسام حسن كراس حرب. محمد شريف اللعيب الاساسي بالنسبه لك كابتن السنه اللي فاتت اتصاب، خلي بالك شوف فابتديت تدور على حد جاهز بالنسبه لي. هسيبك تكمل النقطه دي. صوره بيتسو موسيماني والاشاره بخمسه دي الصوره الشهيره بتاعته مباراه الاهلي والزمالك. احنا في الاستوديو كان قبل هنقول ايه الجماهير من منيه سمنود اللي جايين مصاحبين للفرقه بيلتقطوا الصور التذكاريه مع بيتسو موسيماني. اتفضل يا كابتن بلال. احنا عملناها قبل موسيماني. احنا عملناها احنا عملناها قبلك قبل ما نشوف عارف الفيلم قال احنا عملناها قبلك يا معلم. موسيماني يا كابتن شريف الناس كانت بتشكك فيه، وراجل يعني بيحقق كل الارقام القياسيه، بطولات وانجازات وارقام قياسيه كمان في عدد الاهداف حتى في مباراه القمه. بص احنا من اول لقائنا بموسيماني في افريقيا طيب بيقولوا لي بس عشان ايه دول اعضاء النادي الاهلي متواجدين في النادي دلوقتي بيحتفل موسيماني عشان ما كانوش شافوه بعد مباراه الخمسه، فالنهارده يعني كانوا حريصين يحتفلوا معاه. روح حلوه جدا. روح حلوه جدا طبعا من حب الناس ليه خاصة أعضاء النادي الأهلي. وده جمال النادي الأهلي برضه، خدت بالك؟ إنك أنت بيبقى فيه مودة وحب بين الأنشطة كلها وبين الأعضاء وبين الجهاز الفني اللي بيمثلنا والدنيا كلها بتتمنى له كل الخير يعني. موسيماني أخدنا في لقاءاتنا ضده أيام صن داونز والحاجات دي. فحسينا بشخصية مدرب واقف على الخط بيتعامل، بيدي تعليمات لفرقته سيستم، إزاي يلاعب فرق كبيرة. عشان كده أنتوا جيتوا في الاستوديو موسيماني صاحب رؤية مميزة في المباريات الكبيرة دايما قدام الوداد، قدام الترجي، قدام سان داونز اللي هو كان فرقته قبل كده. وهو أنا بحس إن هو بيقرأ المنافس كويس أو الخصم كويس صح جدا بشكل كبير. وربنا بيوفقه كتير جدا لأن هو مجتهد يعني. ما برضه لازم يبقى ربنا إيه يعني ليه ايد الاولى في كل شيء الحمد لله. فهو بيجتهد وهو بيحاول يوصل للعيبه سبل النجاح فين، التفوق بيبقى ازاي. وهو عنده قاعده عريضه جدا من اللاعبين يقدر زي ما هو النهارده كده بنتكلم على القاعده.